يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث الوسيلة بعد الأذان قوله: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وقد مر سابقا معنا بدون إنك لا تخلف الميعاد. فما الذي في الصحيحين أنه ما فيه ذكر لا تخلف الميعاد، إنما جاءت في بعض السنن، جاءت في بعض السنن، الله أعلم. نعم.